قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نصبح على دينا وتطمننا على حالة الطقس. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا منى، صباح الخير على كل مصريين في كل مكان. الجو أنا بعيش أسقع لحظات حياتي اليومين دول، يعني النهاردة وإحنا جايين الشغل الفجر كان جو برد جدا. باين هو الفيستا. تعالوا بس أطمنكم سريعا عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة والطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري. في النهاردة أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 17، وأعلى درجة حرارة تكون في حلايب 25 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 7 درجات. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خليني أرجع مرة تانية لمحمد ومنى علشان نبدأ معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دين. شكرا.